بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. أنا الاسم ديالي كما كيعرفونا الإخوان محمد وسلام، سائق مهني ومستغل سيارة أجرة بمدينة إيمنتانو. اليوم حنا راه متضامنين مع الإخوان ديالنا، دايرين إضراب كجميع الناس، كاع الناس اللي مضرورين في هذا الدولة هذه وفي هذا القطاع هذا بصفة عامة. اليوم أخويا راه حتى جينا ووقفنا وتضامنا، وهذا على حسب الزيادة المتتالية في المحروقات. هذا أول شيء، الزيادة المتتالية في المحروقات، وثاني حاجة التهميش اللي كنعيشوه في هذا القطاع. وبالنسبة لهذه المدينة هذه عندنا النقل السري، النقل السري هذه هي النقطة الوحيدة اللي نهزمنا فيها، المسؤولين داوهاش فينا، ما كاينش اللي من نشكيو حنا همنا في هذه البلاد هذه. النقل السري قتلنا، النقل المزدوج زيادة في عدد الركاب، ميني بيس عنده 12 بلاصة دايز 36، حنا واقفين مشمشين في المحطة، دير كورسة ولا ما ديرهاش، مازوت غالي، ما تشط لينا حتى حاجة، الواجبات تخلصوا، الواجبات لاسيرونس تخلصوا غالي، المأدونية، الضريبة، المسائل كلها ناضية، والخطاف خدام حسن منا في هذه المدينة هذه. إذا حنا في انتظار أننا غنحطوا هذه المأدونيات لموليهم، وغادي نوليو كاع بدون طاكسي في هذه المدينة، نوليو كاملين خطافة ومخرجنا الحساب، ونشرو المازوت حتى بربع أيام ماشي مشكل، نشروها ب 20 درهم ما عندناش المشكل. هين إلا تفادينا الواجبات ما نخلصوهمش، غيخرجنا الحساب ونخدمو خطافة، ونديرو الفوضى ونخدمو خطافة مزيان حسن لينا من هذه المهنة. ودابا التالي بغيت تبقاو في الاستمرار. حنا مستمرين في الإضراب، حنا راه مع النقابة، النقابة كما شفتو حنا منخرطين وعندنا مكتب نقابي في منتانوت، حتى يجاوبونا المسؤولين على سميتو ديالنا. والاضراب راه ناجح 100%، والناس راه واقفه في المحطه، كاين اللي عنده رونديفو ديال الطبيب، كاين اللي غادي للزياره في السجن، كاين اللي غادي لخدمته وما مسافرش اليوم بسبب التراكمات والزياده في المحروقات. وبالنسبه للتهميش اللي كيعيشها السائق المهني في منتانوت وفي عماله اقليم شيشاوه عامه. والسلام عليكم.